السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كل مصبحة بخير وسلامة. اليوم راح نعمل طريقة الاعتناء بالأظافر بناء على طلب إحدى الخوات. طلبت من عندي هذا الفيديو، أنا والله سجلت الفيديو بس لقيت عن نص وانقطع، وما أحب دائما شلون يعني أخلي مقاطع الفيديو لأن تصير الصورة مو واضحة عندكم، فعشان هيك مسحته ورجعت راح أسجله من أول وجديد، بس خلط المواد مو مشكلة حبيباتي. أول إشي حبيباتي، إحنا لازم نعتني بإيدنا في فصل الشتاء، يعني لازم دائما إيدنا رطبة زي ما قلت لكم، يعني ما في بالشتاء الأقل 4 5 6 مرات 7 مرات ترطبي إيدك، يعني تخلي لها كريم حتى لو فازلين حبيباتي عشان إيدكم ما بتشقق وتجف. طيب، لأن الجفاف اللي بالإيد هو اللي تحصلي من بعدي إلى تجاعيد بالإيد حتى لو كنت صغيرة، يعني مو إلا تكونين كبيرة بالعمر. في كتير بنات تكونهم بالعشرينات بس إيدها ما حلوة، العفو حبيباتي، لأنها كتير، مو لأنها هي كبيرة، لا، لانها ايدها كتير دائما تسيبها جافه، ومن الجف تصير جافه وبدون ترطيب تحصل على تجاعيد، لانها من الجف هيك تصير التجاعيد، فبدون كريم طيب راح تمسك هيك، يعني راح تمسك هيك، بس اذا حاطه كريم راح تفرد، الكريم ما راح يخليها تاخذ هاي اللمه، لا راح تخليها تفرد حبيباتي، كتير تفرد. زين، حتى خواتي اللي عندها غدة زي أنا بكتير بيكون عندهم جفاف بالجلد، هي من أعراضها جفاف بالجلد، فدائما حبيباتي رطبوا إيدكم، دائما ترطيب الإيد المهم حبيباتي. بالنسبة للأظافر كمان، إحنا موضوعنا الأظافر، دائما حبيباتي هذا اللحم اللي يكون هون، طيب هذا اللحم اللي يكون هون دائما رجعوه هيك لورا، لان هذا اللحم هو يضعف قوة الاظفر، وكمان شلون نقول يعني محلو هو هذا اللحم، لازم دائما ينقص من الاظافر، دائما لازم تقصي من الاظافر زين، حتى يبين طول الاظفر، يعني رجعي لي ورا وبعدين في مقص إلى خاص تشيلون هذا اللحم الميت، هذا كله لحم ميت، لا تخافون حتى من تقصوه ما بيأثر. طيب، يعني لازم هيك، طيب، وبالأخير هذا اللحم الميت، هذا هاي العملية ولو كل 3 أسابيع مرة تعملوها هذا اللحم الميت ينشال. زين، بالنسبة للخلطة تبعتنا حبيباتي كلش بسيطة وكلش سهلة، وسبق وأنا سويت لكم كمان من الثوم. راح تاخذون تقريبا 10 حبات من القرنفل، طيب 10 حبات من القرنفل، القرنفل كتير حلو للأظافر، طيب يقوي الأظافر كتير منيح. تاخذون 10 حبات وتطحنوها بس طحن، انا كنت طاحنيتها حبيباتي بس قلت لكم انقطع الفيديو، تطحنوه بس طحن وتخلوه بهيك يعني علبة او هيك، يعني المهم يعني اشي انتو تحتفظون فيه، بعدين تاخذوكم فص واحد ثوم حبيباتي وتقشروه، ما بيصير زيت الثوم، بدنا الثوم الاصلي الطازج العفو، عشان الثوم الطازج في رائحة ونكهة، وكمان في مادة هيك زي الصمغ كتير حلوة على الاظافر وتقوي الاظافر، تاخذوها بعد ما تقشريها وتبرشيها مع بهيك يعني المبراشة اللي عندكم، تبرشيها وتخليها ويا القرنفل، بعد ما تبرشيها تخلطي هيك مع بعض. كمان حبيباتي راح تحتاجون الى ليمون حامض، او اهل العراق عندهم النارنج، الرارنج او كتير كويس، كتير منيح للاظافر حبيباتي لو استعملتوا مع هاي الخلطة النارنج او الليمون او البرتقال. انا اخذت 1.5 ملعقة من الليمون وصارت معاها، طيب لان ما عندي لا نارنج ولا صراحة اليوم ما عندي برتقال، ادي كرمنتينة زين، الاهل العراق يسموه اللالنجي، ترى انا والله مو يعني شو اسمه، بس انسى لي زمان ما احكي بهيك شغلات. المهم قلنا رارنج او برتقال او ليمون، تخلطوا كله هيك مع بعض، بعدين تحطون 1 ملعقة اكل من
زيت الزيتون، تحطون ملعقتين اكل من زيت الزيتون حبيباتي وتخلطوه مع بعض، تسيبوه تقريبا نص ساعة ساعة بس، يعني شو نقول كل اشي يتماسك مع بعض وتطلع ريحته وتطلع المواد تبعته، بعدين تاخذون من عنده هيك، طبعا تحطوه بعلبة وتخلوه عندكم بالثلاجة معلش، وتحطون هيك على كل اظافيركم. انا كنت خالة بالفيديو اللي سجلته وانقطع عندي هيك، اذا اظافيركم هيك طويلة تحاولوا شوي هيك تغطوها عشان بيصير بكل الأظافر. طيب وتسيبوه حبيباتي تقريبا هيك 10 دقائق 20 دقيقة نص ساعة، ما راح يأثر. صحيح حبيباتي ريحة الثوم شوية يعني احتمال بنات يعني راح تزعجهم، بس صدقوني حبيباتي كأنك قاعدة تطبخي طبخة بالبيت، يعني ما في مشكلة. كنا احنا نمسك الثوم بإيدنا والقرنفل والزيت ولا، وبعدين نغسل ويروح من إيدنا وتختفي. بس بهاي الحالة احنا راح نطول أظافرنا وراح نستفاد من هاي الخلطة كثير كويس، راح تحسون هيك زي المادة شو نقول لزجة تصير على أظافرنا. هي هاي المادة اللي أنا بدي إياها، كثير كويسة تقوي الأظافر بكثرة الاستعمال حبيباتي. يمكن كل وحدة حسب، بعد يمكن رابع استعمال خامس استعمال، بس بكل الأحوال راح تقوى عندكم الأظافر تبعتكم كتير كويسة. بس كمان حبيباتي في كتير بنات يكون عندهم فقر دم، نقص حديد كتير قوي، لازم تاخذ الفيتامينات، لأنها قد ما عملت هيك شغلات ما راح تتجاوب معاها، لأنها هي عندها شلون نقول السبب من الداخل. حتى تساقط الشعر حبيباتي اللي لازم اللي شو شعرها تساقطه كلش قوي حبيباتي، هذا مو موسم، يعني اكو موسم الشعر يوقع، بس هذا معناته في اشي خلل عندك من الداخل، لازم تراجعي الدكتور، لازم تشوفين شو السبب، لازم تحللين دمك طيب وتعرفي شو السبب، لانه ما بيجي هيك يعني فجأة الا في سبب. شلون نقول هرمونات، نقص بالحديد، في عندكم فقر دم، يعني حسب كل واحد حسب شو اسمه، فلازم تشوفوا الحديد زين. من اسباب كمان حبيباتي الاظافر يعني تتكسر كمان، اللي عندهم الغده الدرقيه اظافرهم تكون تتكسر، والجلد تبعت ايدهم يكون دائما ناشف طيب. فعشان هيك انا دائما ارطب ايدي، لاني انا كمان اعاني من الغده. هيك حبيباتي هي الوصفه، واتمنى من عندكم الكل تجربها والكل تعملها. بعد ما تغسلوا ايدكم صحيح ورا مرور 10 او 20 دقيقه حبيباتي، تقدروا اللي بدها قوه اكثر شلون نقول تقوية أكثر، كمان تاخذوا ملعقة وسط من البازلين مع كبسولة واحدة من فيتامين إي حبيباتي، تخلطوه مع بعض وبعدين تحطوه على كل أظافركم، كتير كويس كمان يقوي الأظافر كتير منيح. اللي ما عندها نقول فيتامين إي تقدروا قليل من زيت لبان الذكر، كمان ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر مع البازلين مع بعض، وتخلوه على أظافركم كتير كويس وكتير منيح. وإن شاء الله في أخت طلبت من عندي وصفة إلى الشيب اللي بيصير بالحواجب، بكرة إن شاء الله بتسيل الله راح تكون هاي وصفتنا، وصفة الصبح وكمان تطويل الرموش والحواجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من عندكم خواتي أنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ويوم إن شاء الله يكون يا ربي عليكم بخير وسلامة، ومع السلامة.